للإسلام في الصين قصة عريقة نحت التاريخ سطورها وترك بصمات واضحة على شواهدها. وها أنا أدخل أقدم المنارات الإسلامية في بكين حيث يمتزج الماضي بالحاضر. هذا المعلم الديني يعد من أقدم المساجد في الصين. نحن نأتي إلى هنا للعبادة وإقامة شعائرنا الدينية. بني مسجد نيوجي على أيدي المسلمين، وهذا ما تعكسه الكتابات العربية المنقوشة على جدرانه، فالعمارة هي الطريقة الفضلى لقراءة تاريخ المدن والشعوب. وهنا تتميز ببساطتها وأناقتها، وتمزج بين فن العمارة الإسلامية والصينية. مسجد نيوجي له رمزية خاصة بالنسبة إلينا، فهو يقع ضمن شارع يسمى شارع البقر، وها أنا آتي إلى هنا من مسافة بعيدة رغم الجهد الجسدي والمادي. هو معلم راسخ يدل على أن الإسلام لم يتلاشى على مر القرون في الصين، بل اتخذ أدواراً متعددة بينها الدور التثقيفي والتعليمي والتوعوي. أشهد أن لا إله إلا الله. بخشوع يؤدي المسلمون صلواتهم داخل مساجدهم في بكين. هذه الصورة ليست في العاصمة فقط، بل تتكرر في مختلف المقاطعات الصينية.